بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وإذا وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره بسم الله الرحمن الرحيم القارية ما القارية وما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما
وَمَا